وقال تعالى إلى يحر ولن تستطيع أود ميسان أن تعدلوا إن أدقر صورتان بين النساء دمر كردحوظ أي كل العدل ولن تستطيع أن تعدلوا كل العدل بين النساء دمر كردقبتان حاسس كينا ولو حرستم أبد ذاش في العد أبد هد ذاش عدل قرصورك لكن ما أود كرتان مر هذا سيدات هاي فلا تميلوا هاو إلى إلى إحداهن على الأخرى وهي فلا تميلها إلى لنا إلى إحداهن أو إلى الأخرى كل الميل لا حشي إلى شد ما أنتت لما يسترن فتدروها أتكتكتان تلقى أي شيء أتكي شان كالمعلقة سيد مثل اللات شيء أو جيت كاللات شيء كاللات معلقة إرن مشرو دول مشرو قوي قوادي مركة قوادي لقوانا ماها قبل لا نقانا إلى نقوم بسمرك أيضا وإن تصلحوها داد وناجسان وإصلاح ورق أحدك تام بين النساء سياق أيضا سيدا سكينة يلفظ عام بهنوض لكن سياق وإن تصلح بين النساء هو تتقوا أتكع أبسطان عن الميل أي حشد يلي حشد أتكع أبسطان فإن الله كان غفورا رحيما إلهي وا دم بدافع نحريس بدن وي مرك آيات عن ظاهر كيوضو وحد مدائنا يكهر إمان إس آيات باللوغ السورة ده وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إذن وحال لي لهذا كعب ستان قرصور ويدان والله بضي يصدح ذا إيو أفرت قرصور ويدان فواحدة أيضاً وحيد تري سوى البود يشان طمر كأطلق بتان عدل ومصمة كرتان من أودي كرتان مركز يلا جمعنا يا أيضا أيضا ظهور وحوي يجور كبلوج سهورة هدي ما راح هذا هو يهذا الله بجور ستنا ذن قر سورين ما جور سن كرت الله هذا صدق كدك تهذا ما راح هذا أب ذي هيدا نجاد غالب كا ملها هذا حوق بدن الشريعة ودن بابا كل سنة أحكام تابا كحرا تكليف كدن بابا كحرا إلا ما ندر هدي ملها هذا هل هذا تكبد السوء إن هذا نقر سور إن ملها هذا أبدي يقول ملا بين كرتد ومسد حين كرتد ما أفرين كرتد تاوى مسألة وآية دور انتا سيكادش أظن ملها هذا أبدي هاي إن أن الرجال تايو الدرع ودقر سور يسوء ودعدالات كل رقم يسوء هذا آمن سنبات لبيسي أو صدحيسي أفريسي حاجة مركة ندر يد أهيد مركة تطبيق لي ما دولة نحقا لها وشو إذا يوحي كلية ما أوذي كرتان ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء صادرت السلف كوحيلي إن عدل أن آياد أي شيكتين لا أوذي كرين والعدل في الجماع والشهوة لا في المبيت والقسم والنفقة والكسوة يوحي لها المال ولا أوذها بين رحى ولا أود إن لوسي موبيلك ولا أود إن لوسي وحسيس مضى إيو دريالك إيو مرشيا مصروف محل لا أود قال مضى يسو تقل ما أود إن لوسي مو محايا الوحد يوكو وحرم بما وحد دارين كادو كحرم أدو ما كاربت آثمين ما كاربت آديد ما أبا وواح كحرم طماعي كإيمان يا نفط هذا يا قلب قاد يوضنا هذا كإيمان يوه يا كل بس هذا إسلام تؤدي أرجعود يا عافمات كاد يا فهم هذا يا نصيحة هذا كله هوي إسكم أقول لك كرتيد سنبو كذي ورك هذا كا وصل كود قصة زواج أركا يعني هو شو هو الكد ولا بيل كواتسمي كرتا أو وش جي باتسمي كرتا أو هم عندي حواتسمي كرتا هو شو الله كحسابك لو بانت مركب تعلم اسمه كرسي يدنا من عباس بس هذا كف السيري ورعد لي كان آيات النبي كهله يسوع وعلو في الجماع والشهوة مدة آيات هو كهذا شينا وعلق في المبيت والقسم والنفقة والكسوة والله بقى آياته كل دوم بقول رأي سارة في عن رأي قاسو عمن عباس مرة جماعة من سب كرة عين بانا صحة مركا معنو آياته سيدا صون نقولي سام بينو كدينا هدي سك دك الله مرو وعد كان يسا أديك القليل دبالة ضايع رم مصر بعض نقول يجري ما بنانو هل كبد إلا جرسدو آيات دهور يكون دجين تنو حيد وكور ما نيسا هذا ما هلا كمان بدين كرو العدل هنا هو شيء خاص والعدل هناك نوا وعام وعام بارك الله بكلام دوي طيب من نوا في بداية النكاح من نوا عند التطبيق
oo loo jeedo waliba wixii ku saabsan dareen iyo shaawo ku saabsan way. ومن ثم حديثك في السنن من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط وإنك سومري نك لبض مرقبة أما صدح أما أفر قبة أكل إحدى مالك قيام وحي مادة أصو كلا دير والله يسي قرمتك مدى دعسان يا سيدي شنبر قربابك يباتك اللي تشبشي أكل إذا أنا أقول دعها يا كنوا كتاقمها يا ummada laga duu waa lagu ceebay ee xashadi adduunka aad samaysay ee balance garan waday miisaan weeyday oo ayaa laga muujinaya aakhiro calaamad iyo astaan iyo cambaar lagaaga dhigaya kaladi yatakhabatu shaytanu min almas waliya ribada cuna ama banaysta ama ku dhaqma ama qaata ama cunsi ummadaha ama ku kalmeeyo aakhir wax imanayaan ayagoo waalan oo dhacdhacaya oo sarqaansa sida ni qamra cabay ama u jinhayo marka ay gabi dhacay imanayaan iyaga lagu ceebaynaya iyagu calalo waaweyn bay imanayaan ballan furuugu bandiirad dheer iyo calan baa laga taagayaa nin walba calaamadii uu ilaahay ku caasiyey oo ku caanbaxay in lagu ciqaabay u badanta mararka qaarkood xadiis wanaagsan soo xadiis Abi Saciid adoon walba waxaa lagu soo saarayaa wuxuu ku dhintay adoo kale eexan hayo midna uu eexan midna ka eexan baa dhimatay adoo kale dheer baa lagu soo saarayaa فمال ميل كاسي مركا وعدل قال لك الله رواية كلا عديسي فلم يعدل بينهما عدالة إيا ميل كلا قال الله يوحوي ومرشد إيا مصروف كي يهبين دحا يوجه كي ورقب كي يدقى لأيتا أما مثل قلبك تكليفك ما حنا أسو تكليفك أدو ما بقى ودد بقى حدي ضعيفة كي يميد وصنا كاد مرة يساو النبي محمد أولي عليه مركو قبلا أسمي حاسس كيسي gogoshi iyo usimay marashada iyo masruufiya been dhax iyo wajiga dhaqaaleyntii ya wuxuu ilaahu inta waati aan awooday qalbiga soomaa oo xaq caayisho u badan allah way qabanid hadithka dhaif ba ku jira waa naga soo maray asa ahate macnihiisu waa sax qalbiga waxa weeye nafnin uu raacday dumarka aad qabto ta ku roon baad xugeed xaqeed u yar jixinaysa caruurtaada aad dhashay baad u kale eexan maxay yeelay xaqa qalbiga laga hadlayaa anu jeeda oo ku baad jeceshaa marka aartaad ku farxi midna shirkaad isgelin wuu kuu daran yahay oday baa igu weligay wiilka aan dhilay ee hebel ah intaan hebelow idhi aabow ima dhihin buur taa u yeedhay weligay hoo iyo hee mooyeen ima dhihin aabbe ima dhihin midna aabbe macaan kugu daraaya aabbe iska badaay macaan u raacinaya wuu kuu ducaynayaa nin hadda geeriisa aana maqalna wuxuu ii sheegay oday baa wiil u dhalay baa dhintay xilli dambe la yidhi hebel aabow naf baxay oo soo kacay madaxu qabtay markaasuu ilaahu raali baan ka yaa ka raali noqo oo maxaa jira la yidhi weligii bul maalinku hana qaaday ilaa hadda uu konton jiro naf baxay anoo hebel uu yidhi mar laba hadal kuma celin buu ama ha jiifa ma soo jeedo hadduu jiifo iyo hadduu soo jeedaba aab waxaan kay waligaa xataa mar labaad kuma celinin buur xataa hadduu jiifo ma aqaan dhab wax toosiya isagoo khuurinaya dan meel fog hebel uu ka yiraahdo aab buu leeyahay soo waa fadhiyaa odag intuu ilmeeyay buu ilaahu raali baa inuu ka yi karaa linuqo konton jir buu ku dhintay iman saaxibana iga sheekay waalidku marka ayagaa carruurtoodii bay kala jeclaanayaan xagga qalbiga maxaa yeelay carruurta iyaga kaa kasban jacaylka iyo wanaag iyo qalbiga kaa kasban midna nacayb buu shaqaysanaya habaar iyo inkaar iyo balaayo dumarkuna waa sidoo kale haddaysanka kaa geliso oo sariirta kugu cunto gogosha kugu cunto war wanaagsan ba aadan ka helin hadhowna ay la soo istaagtaa qalbi waa ina loo sima maya soconaysaa ma soconayso ee horgaadhaas maantee bay la tahay iyadoo sidaa tahay haddana xaqa alla ku saaray iska ilaaliya iska ilaaliya halkiina iskaga urursada ragan hal haynin baad u badantiin baan u malaydi waa dad marka ka baqdaan cadaalad darro adii kale ummada hal la badiyo hal la guursado cadligana hal lagu dadaalo